وفاق سطيف واتحاد الحراش لعبت تحت برودة شديدة بلغت 3 درجات تحت الصفر، بالرغم من أن الثلوج التي تساقطت لم تعق السير الحسن للمباراة. الظروف الجوية أيضا لم تقف حاجزا في وجه أنصار الفريقين، لا سيما مناصري الكواصر الذين تنقلوا إلى عين الفوارة لمساندة الصفرة. المباراة دارها الحكم الرئيسي السيد نسيب رضوان الملقب بالظاهرة البرازيلية ريفالدو. شوط أول سيطر فيه النصر الأسود على مجريات اللعب وخانه الحظ في أغلب المحاولات، إذ أهدر خط الهجوم أكثر من 10 فرص سانحة للتسجيل بفعل المباراة القوية التي أداها الحارس الحراشي دوخة الذي كان سيد أطوار اللقاء دون منازع. أشبال المدرب بوعلام شرف عمدوا منذ البداية إلى شل الآلة الهجومية ومصدر الخطر الصطيفي جابو عبد المؤمن، فكان هذا التدخل العنيف من المدافع دمو تدخل أثار احتجاج وسخط لاعبي وأنصار النصر الأسود. نلعب دقيقة 16 ومع هذه الكرة الثابتة للاختصاصي بن موسى، التسديدة محكمة والحارس دوخة في يوم ليس كسائر الأيام. ثم فرصة أخرى تضيع لعودية ولم تكد تمر بسلام على حارس الاتحاد. سلسلة الكرات الثابتة أو سلاح بن موسى الرهيب أصبح يربك الحراس، وهذه المرة الكرة تمر عالية. تبعت بمحاولة أخرى ترجمت مسلسل الفرص الضائعة خلال هذا الشوط. نلعب الدقيقة 35 والتمريرة هنا على طريقة الظاهرة ليونال ميسي من ميسي الوفاق إلى دلهوم، والحارس دوخة يتشرف مرة أخرى بالدفاع عن ألوان اتحاد الحراش. ماكينة الوفاق تكثف من الهجومات الكاسحة لنعيش 4 محاولات تهديفية في ظرف 5 دقائق. المحاولة الأولى لعبت بين بن موسى وعودية، الثانية الخضاري بعد تلقيه لكرة ثابتة، الثالثة تيولي عبد الأمين، الرابعة لبن موسى من كرة ثابتة، ونهاية شوط أول يستحق بامتياز لقب ملك الفرص الضائعة. الشوط الثاني وهذه الصورة المعبرة من بعض عشاق الوفاق الذين جلبوا الأغطية لمتابعة المباراة. الوفاق رمى بثقله في هذه المرحلة الثانية، ومنذ البداية فكانت محاولة الفنان جابو ألحقت بركنية نفذها بن موسى استقبلها عودية ودوخة استحق التقدير. مرة أخرى الخطر المتلاحم يقترب من الشباك بواسطة تيولي والحارس دوخة بأعجوبة. الحارس عز الدين دوخة الذي أصيب في الدقيقة 57 بعد اصطدام بأحد اللاعبين قدمت له الإسعافات وعاد لإكمال اللقاء سليم المعافى. فيما بعد شهدنا استفاقة لابناء الحراش الذين استحوذوا على الكرة ووسط الميدان لمدة قاربت الربع ساعة وصنعوا فرصة عن طريق طوهري كادت تغير الموازين بعد اصطدام الكرة بالعارضة الأفقية. دقيقة 78 تغيير اضطراري للحارس برخوجة الذي أصيب إثر إبعاده لكرة ساخنة ليعوض بالحارس بن حمو، وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة ستأخذ مسار آخر بعد هذا التغيير الاضطراري الفنان جابو يبدع كعادته ويمرر بلمسة من السهل الممتنع للبديل ناجي رشيد. هذا الأخير يسجل الهدف الذي انتظره الجمهور طويلا، والفرحة كانت عارمة على أرضية الملعب وانتعاش المدرجات كان حارا في الأمسية الباردة التي تفاعل معها الجمهور. الوقت بدل الضائع أهدر فيه الوفاق هدف مضاعفة الفارق بعد ارتطام كرة مراد دلهوم بالعارضة، ولتعلن صفارة السيد نسيب نهاية المباراة بتفوق النصر الأسود هدف دون رد، هدف يضع الوفاق في صدارة الترتيب مع ملاحظة الانفراد بالمقدمة.